بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائه. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وبعد استقرنا أن نجتمع في هذه المدينة التي هي معاقل الكفر، أن نجتمع بأفياد أكفارنا الذين بعضوا على الطعام وعاشوا في غير مجتمعهم وبعدوا عن ديارهم، عن تلك الديار المقدسة التي ألفوها، وعن الجماعات التي عاشوا معها، وعن البلاد التي نبتوا فيها. ولكن الله سبحانه وتعالى قد قدر ذلك، ولأمر ما قدره فرب ضارة نافعة. لازلنا نتطلع إلى أخباركم ونسأل عنكم ونتعرف على مشاكلكم، وندعو الله سبحانه وتعالى لكم في تلك الديار المقدسة أن يثبتكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يجعلكم من يحمل دعوته ويحافظ على كلمته ويلتزم بجنب دينه ويتمسك بتقاليده وأعرافه، وأن لا يبعدكم عن تلك الأجواء الطيبة، ويجعل لكم ويعينكم في محنتكم، ويبعد عنكم كيد الظالمين، إنه أرحم الراحمين. وأنتم في هذه البلاد البعيدة عن مواطن الإسلام تحملون ضوء الإسلام، وأنتم نور الله في ظلمات الأرض. يقول الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه لبعض شيعته: إن أهل السماء ينظرون إليكم كما ينظرون إلى الكوكب الدري في جو السماء، في وسط السماء. كل ذلك لأن نور المؤمن يتألق للملائكة ويعرفه الله سبحانه وتعالى وأولياؤه، وأنتم في بلاد أطلق عليها الظلام الجهل والكفر، وبعدت عن المبادئ والقيم والأخلاق، وأنتم فيها نور تدعون إلى الله وإلى سبيله إن شاء الله بالحكمة والمعرفة الحسنة. فعليكم أن تشكروا الله سبحانه وتعالى على ما وفقكم للتمسك بدينكم ولإحياء معالمه ورفع دعوته في هذه البلاد والتفكير به. فقد بلغنا متكررا ويظهر، وهذا المعنى الذي نلمسه أنكم الآن قد استطعتم أن تفروا من وجود الإسلام وتعاليم أهل البيت صلوات الله عليهم في هذه البلاد، وتعلنوا دعوتكم، وتتمسكوا بدينكم، وتحافظوا على كثير من واجباتكم وتقاليدكم، وتصحبوا بدعوتكم. وهذه نعمة من الله عليكم أن وفقكم لرفع كلمته ولتبليغ دعوته ولإقامة الحجة على هذا الخلق الجاهل البعيد في ظلمات الضلال. أن وفقكم لأن تقيموا الحجة عليهم، وتكونوا دعاة لدين الله سبحانه في ديارهم، وتحيوا شعائركم في بلادهم لتكونوا مذكرين به، وتقوم الحجة بكم على الناس ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. وعليكم أن تشكروا نعمة الله عليكم الذي وفق حيث وفقكم بالثبات على دينه. فهذه مسألة، هذه قضية حقيقة بالشكر، لأن الله سبحانه وتعالى قد امتحن الخلق بالشهوات والنبريات وشغل الشيطان وبدواعي الهوى، وما أكثر من حرف الناس وعلى علم منهم بالحق انحرفوا على الحق إجابة لدواعي الهوى واستجابة للشيطان واندفاعا وراء الغرائز الجانحة، وكان عاقبتهم الخسران.
ولكن الله سبحانه وتعالى قد من على المؤمنين بأن ثبتهم على دينه ووفقهم للتمسك به. وأنتم ممن أنعم الله عليكم بذلك، فعليكم أن تشكروا الله سبحانه وتعالى وتؤدوا حقه. وأن من أعظم حقه عليكم أن تدعوا إلى دينه بالحكمة والموعظة الحسنة وبالأخلاق الفاضلة والسلوك الجيد، لتكونوا دعاة بأفعالكم لا بأقوالكم. وإن خلق أهل البيت صلوات الله عليه خلق النبي صلى الله عليه وآله وأهل بيته الطيبين الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين، إن خلقهم كان بنفسه مدعاة لاستماع كلامهم وللتخلق بأخلاقهم. وقد أثنى الله سبحانه وتعالى على نبيه الكريم في كتابه المجيد بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. وهذا التعبير من الله سبحانه وتعالى في حق النبي صلى الله عليه وآله ووصفه له بهذا الوصف الجليل: إنك لعلى خلق عظيم. هذا الثناء العظيم هذا الوصف الجليل وصف الله تعالى جل حكمته، وأنك لعلى خلق عظيم حقيق بالمؤمنين الذين يتبعون النبي أن يتخلقوا بأخلاقه. وقال جل شأنه: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. النبي صلى الله عليه وآله عاش في مجتمع جاهلي بدائي وحشي غير متخلق بالخلق، في عايش في الصحراء بعيد عن كل ما يناسب الحضارة، بعيد إلى الهمجية، أقرب منه إلى الهمجية. ولكنه صلى الله عليه وآله بأخلاقه الفاضلة وسلوكه الجيد استطاع أن يجذب الناس إليه وأن يدخل الناس، وبسبب ذلك دخلوا في دين الله أفواجا. وهذه الآية الكريمة تشير إلى ذلك: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. كان النبي صلى الله عليه واله وهو الفاتح لما فتح البلاد ودخل الناس في الدين، كانت من جودة المناطق التي استولى عليها منطقة حاتم الطائي، ففر عدي بن حاتم، لأنه بالطبيعي لما يتصور شخص فاتح يتصور بالحسابات المنظورة أنه إنسان يكون فتاك، يكون فاتح ومنتصر، طبيعي راح يصير فتاك، راح يصير منتقم ممن قاوم ممن لم يستجب له. ففر عدي بن حاتم الطائي من النبي صلى الله عليه وآله، بينما بنت حاتم لم تستطع الفرار، فاستقبلها النبي بشير بوجه بشير وفرش لها رداءه. النبي صلى الله عليه وآله باعتبار كان قاعد على قاع، ما أكو فراش في الأرض، على الرمل ما أكو فراش. هو صلى الله عليه وآله شاف هذه، رجل جليل كريم معروف بالكرم حاتم الطائي، أراد أن يكرمها، فكرمها لماذا؟ لأن فرش لها رداء، يعني أعذارك المسود فرش لها وقعدها وهيأ لها لعله مسالم، وباشرها في الحديد ولعطفها وطمأنها. فلما قامت عنه وخرجت ذهبت إلى أخيها وأخبرته بخلق النبي صلى الله عليه وآله، فكان ذلك مدعاة لعدي أن يدخل في الإسلام. ولما جاء النبي صلى الله عليه وآله استقبله النبي صلى الله عليه وآله وهو الفاتح، وذلك الشخص يعتبر مثلا مكسور بالحسابات العسكرية، إلا أنه بالنتيجة شاف الخلق، فالخلق عالي رفيع، فالتزم النبي صلى الله عليه وآله، وكان نتيجة لخلقه صلى الله عليه وآله ولما رآه منه من صفات حميدة، كان من التزم خط أهل البيت عليه السلام، وكان
وكان من شيعة أمير المؤمنين عليه السلام والمواقع المحمودة في أيام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وبعد كل ذلك لأن النبي صلى الله عليه وآله قد سلك معه بالخلق الرفيع. وهذا المعنى مما عرف به النبي صلى الله عليه وآله وعرف به أهل بيته صلوات الله عليهم. إذا أردنا أن ننظر إلى كلمة ابن أبي الحبيب، نحن أنت ناس يعني أنت الجماعة مثقفات تفهم الحديث، قلت لكم هالكلام هذا. يقول ابن أبي الحبيب في شرح في ترجمة أمير المؤمنين عليه السلام: وأما طلاقة الواجه، وأما طلاقة الواجه والدشة وسهولة الجانب وهو المرور به المكره، وقد جرى على في ذلك على أخلاق رسول الله صلى الله عليه وآله حتى عابه به بعض أعدائه فقالوا إنه يريد عابه. فأمير المؤمنين عليه السلام بأخلاقه الفاضلة الجليلة الجليلة الرفيعة يشبه رسول الله صلى الله عليه وآله، إلا أن أهل الجلاخر ممن يرى أن السلطان لا يقوم إلا بالغلظة والشدة كانوا يصفون أمير المؤمنين عليه السلام بأنه ذو دعابة استصغارا لهذا الخلق، يرون هذا الخلق مو مناسب للمنصب، مو مناسب للقوة، مو مناسب للسلطة، يجب أن يكون السلطان عنيف، يجب أن يكون السلطان شديد. بينما أمير المؤمنين عليه السلام دين جانبه خلاه بنظر هؤلاء مو صالح للحكم. فابن الحديد تعرض الى هذا يقول هذا في الحقيقه هو اخلاق رسول الله صلى الله عليه واله، الا ان الطرف المقابل حيث ابتنى على الخشونه وعلى وعوره الجانب وعلى البعد عن الاخلاق يرى ان هذا عيب وعاب به امير المؤمنين وقال بانه يعاب من اجل ان يعيبه بذلك. ثم بعد ان يستطرد ابن الحديد في ذكر الشواهد على مقام أمير المؤمنين الأخلاقي وبشر الواجه وحسن الخلق يقول صلوات يقول ابن أبي الحبيب: وقد بقي هذا الخلق يعني خلق أمير المؤمنين عليه السلام متوارثا في الأولياء والأتباع، بينما بقيت الوعورة والخشونة في الجانب الآخر، يعني أولياء أمير المؤمنين وأعداء يفترقون بهذا الفارق، فأولياء أمير المؤمنين على أخلاقه في سجاحة القلوب وحسن المعشر ودين الجانب، بينما الآخرون على خلاف ذلك ثم تعبدوا البكر، وبينما بقيت الوعورة وخشونة الجانب وخشونة الوجه في الجانب الآخر. ثم يقول: يعرف من ذلك المذع خبرة بأخلاق الناس وعظائمهم. فأهل البيت صلوات الله عليهم أخلاقهم من أخلاق النبي صلى الله عليه وآله، وشيعتهم أنت الآن لعلهم يقولون تميزونها شيعة أهل البيت صلوات الله عليهم على صلوات الله عليهم يمتازون عن بقية الفئات من المسلمين بحسن الخلق، لأنهم تخلقوا بأخلاق أئمتهم كما تخلق الأئمة صلوات الله عليهم بأخلاق النبي صلى الله عليه وآله، لأن ذلك النور قد جرى من النبي لأهل بيته ومن أهل بيته لأوليائهم وشيعته. أنتوا الآن هنا في هذه البلاد طبيعي جايت عايشون ناس أبعد ما يكونوا عن الإسلام، وعلم الله الصورة المشوهة التي قد وصلت إليهم عن الإسلام وعن أهل البيت وعن النبي صلى الله عليه وآله أبشع الصور، لأن الأعداء هالمدة هاي الطويلة هاي السنين الرسول الطويلة تحاول أن يشوه صورة النبي صلى الله عليه وآله والإسلام والمسلمين، وتنعتهم بأتعس الصفات من أجل تنفير الناس عنها. أنتم هنا الله سبحانه وتعالى وفقكم لأن تحملوا رسالة الإسلام ولأن تحملوا رسالة أهل البيت ولأن تتخلقوا عليكم أن تتخلقوا بأخلاقهم من أجل أن تحببون أنفسكم وتحببون دعوتكم وتحببون نبيكم صلى الله عليه وآله وتحببون أهل البيت إلى هؤلاء الناس، لعل الله سبحانه وتعالى يهدي بكم من ضل.
ولن يهدي بكم رجلا واحدا خير لكم مما طلعت عليه الشمس او غروبت. هذا الشيء الذي تعبير النبي صلى الله عليه واله لامير المؤمنين هذه كلمه يقول لن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس او غروبت. فانتم لازم عليكم ان تهتمون بهذا الجانب وخصوصا النساء، لان النساء باعتبار تميزهن بالزي الاسلامي بالحجاب هذا يكون هنا علم علم معروف على كل المسلمات. هذا في شيء واضح مو مثل الرجال، الرجال قد يختلف المسلم بغير المسلم، ماكو التمييز للمسلم على غيره في البلاد، النساء مو هالشيء، اكو لهن ميزه وهاي الميزه اللي بيعنيهن هنا ان يحافظا على هالقضيه، ان يحافظا على هالميزه لانهن ما دام يمثلن الاسلام بشعارهن فكون يمثلن الاسلام باخلاقه، كن يمثل الإسلام بالتزامه، كن يمثل الإسلام بعفته، كن يمثل الإسلام بحشمته، بوقاره، بحسن سلوكه وحسن معاشرته. ممكن تتم تجتمع بمجاميع كبيرة كل واحدة في المناسبات في الجامعات، في الأسواق، في الشوارع، في المناسبات الأخرى، تجتمعون بفئات كبيرة من الناس، وهؤلاء أبعد ما يكونوا عن الإسلام، فإذا هم شافوا أنهم أنتم ملتزمين بدينكم ومحافظين طبيعي تفرضون احترامكم عليهم من جانب وترفعون صوت الاسلام وتحسنون صوره الاسلام في عيونهم، وهذا الواجب عليكم اذا انتم تشوفون انفسكم هنا معزولين بعيدين عن بلادكم. ترى انتم ربما تكونون بهذا الموقف مجاهدين في سبيل الله في هذه البلاد المظلمه، كما ورد عندنا في بعض الروايات الشريفة أن الذاكر في الغافلين كالمجاهد في الفارين، يعني أن يكون إنسان يذكر الله والناس في غفلة كما يذكر كما يكون الشخص جاهد والناس فارغ. شو إلى التميز هذا الإنسان؟ كذلك أنتم هنا لما تكونون في هذه البلاد المظلمة أنتم بأخلاقكم وبسلوككم وبحسن تعاملكم وبالتزامكم بتثبيت شخصيتكم واهتمامكم تعاليمكم مع سجاحة الخلق ودين الجانب وشرح المعلومات بهدوء أعصاب وبدين واستماع كلمة الطرف المقابل ومناقشتها بالوجه الذي هو أحسن والتأمل والتروي في الكلام، عدم التسرع، عدم الخشونة. هذا تكونون أنتم دعاة وتكونوا مجاهدين بأنفسكم وإن لم تجاهدوا بالسيف، مو كل واحد يجاهد، مو كل جهاد بالسيف، أكو عدم جهاد صور متعددة للجهاد. فعليكم أنتم جميعا أيها المسلمون وعليكم أنتم أيها الأخوات أيها البنات ما شاء الله مع البنات من الأخوات من أكمام وغيرهم، على كل حال عليكم جميعا أن تعرفوا موقعكم وتهتموا بهذه القضية. وأنتم الآن بحمد الله سبحانه وتعالى في بلادي تقدرون أن يعني ماكو ضغوط عليكم تمنعكم من بيان كلمتكم، يبقى أنتم سلوككم هو اللي يحدد موقعكم. بحد الانتصار، وكلما الانسان يكون متحفظ ويكون متمسك بالخلق الرفيع ويكون ملتزم بالتزام يفرض شخصيته على الاخرين. انا تحدثني بعض المؤمنات في سائر بلادها شايفيها مو غريبه عليكم، لكن حد يذكرها من باب تمرح بالمجلس، وقالت احنا في كندا المفروض ان ما تدفع الجنسيه الا بمجيء قاضي من بريطانيا، باعتبار ان كندا تابعه لبريطانيا سابقا سياسيا، فلا يمكن ان تمنح الجنسيه الكنديه للمغترب الا بعد ان يجي القاضي البريطاني هو يسلم الجنسيه بيده. طب صار موعد اللقاء، صار موعد التسليم، واحنا اجتمعنا هي واحده من الاشخاص اللي يتم تمنح لها الجنسيه. المشكله اللي كانت هي بتامل خايفه من عندها انه هي يصعب عليها ان تصافح هذا الرجل لانه يحرم مصافحه المراه للرجل. فكيف راح يصير الموقف؟ هذا قاضي بريطاني بيدير على نفسه انه هو متفضل بان يمنح الجنسيه وهي مغتربه تجي الان تمتنع من مصافحه، ايش راح يصير الموقف؟ هو بس هي مصممه على ان تتخذ الموقف، لكن بهدوء اعصاب وبسلاح الخلق ومتحايلين جماعه المتحايلين المتعلقين المتحايلين شلون يفهموا هذا؟ ترى هذا حرام. احنا مو عن سوء خلق ما جاء لصاحب، وانما لانه هذه القضيه حرام. فوصلنا احنا الى الموعد.
صلي على المؤمن والد القاضي واحد واحد يسجن الجواز ويصار حول في جوازه ويصار حول في جوازه الى ان وصل اسرائيلي. لما وصل اسرائيلي انا انسحبت من المصافحه. هو حس انه انا مرأة هادئة محجبة وعندي حالة تحفظ وهم سجلني الجواز واخذت التحية ورحمه. ففرضت شخصيتها علي بهدوء الاعصاب وبأثر الحجاب والاحتشام فرضت شخصيتها ليبحث هو اخذ لها تحية وقدر موقفه. فانتم هنا يجب عليكم ان تكون هذا سلوك. سلوككم في الشارع، سلوككم في الجامعة، سلوككم في المدرسة، سلوككم في المجتمعات الأخرى. كل سلوك هادئ من جانب ويتحفظ على لواجباته وعلى شخصيته لئلا تموت شخصيتكم، وإلا إذا أردتم أن شوية تتنازلون عن قضية ترى قضية تستتبع قضية حتى الهجوم في المجتمعات. الإنسان لما تجتمع طبيعة الحضارات من تجتمع المجتمعات المختلفة المتباينة واحد يأثر على الثاني ويموت نوع الفوارق يسمون في الشيء الثاني. بعد ما تبقى القضية ما يبقى الإنسان محافظ ما يقدر يحافظ على كيف يعني شيء يأثر على شيء شيء يأثر على شيء بالآخر تذوب الفوارق والآخر يسمون في الشعب ثاني. هذا الشعب الشعور هذه المناطق اللي تكون مجمع لشعور مختلف. فأنتوا إذا صار البناء على أن تتنازلون عن بعض ما عندكم من أجل أن تتأقلمون تذهبون تنتهون، بينما إذا أنتم تماسكتم على ما أنتم عليه بما أنتم عليه بحشمتكم وبوقاركم وبعفتكم وبحسن خلقكم مع لين الجانب حينئذ بالآخر تفرضون شخصيتكم واحترامكم على الآخر. وهذه نعمة من الله سبحانه وتعالى عليكم أن جعلكم في هذه البلاد حمل الدين. هذه قضية كون الإنسان الله يوفقه لأن يحمل الدعوة هذه من أفضل الأعمار ومن أفضل التوفيقات. فكن أنتم يعني هالقضية تستغلوها وتعدون شكر نعمة الله سبحانه وتعالى عليكم بها بأن أنتم تدعون إلى الله إلى سبيله بالحجة والموعظة الحسنة وتكونون بأعمالكم وسلوككم دعاة إلى الله وإلى دينه وإلى مذهب أهل البيت صلوات الله عليهم. والحمد لله المذهب بتعاليمه غني بكل قيمة خلقية وبكل مثالية. فأنتم لازم عليكم أن تأكدون هالجانبات وهذا المعنى إن شاء الله تبلغوه لمن لم يصل إلينا أن تحاولوا أن تبلغوه الواحد يبلغ الثاني بهذه. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويجعلكم من عباده المتقين ويحسن عواقبكم ويصلح أموركم وشؤونكم ويجعلكم أهلا لطاعته وأهلا بحمد هذه الدعوة. إن شاء الله تأدوها بأفضل وجوه وكما هو كما يبلغنا عنكم الآن الحمد لله فرضت شخصيتكم وأصبح الوجود في هذه البلاد أصبحت الجامعات مملوءة بالمسجد جامعة بها مصلى أصبحت الدوائر بها مصلى أصبح احتياط وذكر للإسلام بسببكم. فأنتم تحافظون على هذا وتشكرون نعمة الله وتحاولون أن تستزيدوا من ذلك ومن لأن شكرتم لا أزيدنكم ولأن كفرتم من عذابه لشديد. ونعوذ بالله تعالى من عذابه وخذلانه ونسأله أن يوفقكم جميعا لذلك. هذا ما يكون من أمركم مع الآخر. وأما فيما بينكم فعليكم بإصلاح ذات بينكم عليكم بالتآلف والتوالي والتزاور. أنتم مجموعة الآن كنتم تذكرون أنفسكم وجوكم للبلاد في بلادكم. كل بلاد هي بلاد الإسلام بلاد الخير بلاد الخلوق بلاد المفروض بلاد الأسرة. يجب الاهتمام بالأسرة يجب الاهتمام بالتعاطف الأسرة بعضها بعض تكاتف الأسرة بعضها بعض تماسك الأسرة. ليكون يصير تفريط بهالجانب هذا الإنسان يكون يضحي في هالسبيل ليكون يصير هو في مقام أن يفكر بس بمصلحته الشخصية تمام. هو الإنسان قد يقول أنا شو وصلي بأخويا أو شو وصلي بابن عمي بدوان قد الإنسان كما يقول حتى شرعا كل شيء كما يقولون معلقة القراءة. الله سبحانه وتعالى ما يحاسب الإنسان على فعل بس هو تماسك العائلة يحفظ كيان الأمة. بينما إذا بقت العائلة منفرقة تتدمر الناس. الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان
حضاري وخلق الإنسان ابن عائلة ما خلق مفرد. فيجب عليكم أنتم المرأة لها أعظم الأثر في بناء الأسرة في كيان الأسرة. الآن تشوفون البلاد البعيدة عن هذا العالم المنفرد، النساء والرجال ما في حالة اهتمام بالأسرة. تشوفون الأوضاع شلون صايرة في هذه البلاد، لعلها البلاد أحسن من ربما تكون البلاد الأخرى من بلاد الغرب أدعس من هذه البلاد في حيث التحدث والبعد عن القيم والانفراد. كل واحد واحدة ما يعيش، ما يشوف له أنيس ولا يشوف له رفيق. أنتم تهتمون وخصوصا النساء الأهم بالأثر في بناء الأسرة، يعني بناء الأسرة يبدأ من الطفل. الطفل إذا هو عاش بالحضانة دار الحضانة ما يعرف أمه لا يعرف أبوه، بينما إذا عاش بين أمه وأبوه متماسك. فلازم على النساء جميعا أن تعرف المرأة واجبها في حفظ كيان الأسرة من جانب، ومضافا إلى ذلك التعاطف والتآلف بين المسلمين عموما. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينكم في محنتكم ويصلح شؤونكم ويجعلكم على كل حال محنتكم عظيمة. يعني نحن من دقائق الأمور نسأل عنها كل والد وشارك شنو حال الناس شنو أوضاعها، ونكاد نبكي بما حل بكم من بعدكم عن أوطانكم. إلا أنه عزاءنا الوحيد يعني حقيقة من أجينا هنا وشفنا الأوضاع، إن شاء الله الله سبحانه وتعالى يجعل هذه القضية بها صلاح وبها سبب تكون سبب للدعوة إلى الله. وأنتم همكم تحافظون على أنفسكم وعلى كيانكم وعلى مجتمعكم بما تستطيعون. ونسأل الله لكم خير الدنيا والآخرة، والسلام عليكم.